حواسنا هدية بيولوجية تسمح لنا بالاستمتاع بوجبات صحية أو الكشف عن الأخطار التي تهدد الحياة مثل الدخان. اليوم وفي خضم وباء فيروس كورونا، تشير الدراسات إلى أن فقدان بعض الحواس يمكن أن يكون من أعراض العدوى، وتدعو جمعيات الأطباء في جميع أنحاء العالم الأشخاص الذين فقدوا حستي التذوق والشم إلى عزل أنفسهم لمدة 7 أيام حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض الأخرى للفيروس. وذكر أطباء بريطانيون لصحيفة نيويورك تايمز أنه في كوريا الجنوبية تم تسجيل 30% من 2000 مريض كورونا فقدوا حاسة الشم كأحد الأعراض الرئيسية. كما ساقت دراسة أمريكية أخرى أدلة على انخفاض حاستي الشم والتذوق لدى مرضى خضعوا للاختبار وثبتت إيجابية إصابتهم بالفيروس مع عدم ظهور أي أعراض أخرى. ولأن الفيروس يتكاثر في الجهاز التنفسي، نصحت جمعية الأنف والأذن والحنجرة في بريطانيا الأطباء في جميع أنحاء العالم باستخدام معدات الحماية عند فحص المرضى الذين فقدوا حاسة الشم.